أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التعامل الجائز مع الكفار منحصر على أهل الكتاب فقط؟ بحيث على إيش؟ يقول: هل التعامل الجائز مع الكفار منحصر على أهل الكتاب فقط؟ من قال هذا؟ لا، ما حصر على أهل الكتاب. التعامل الدنيوي جائز مع جميع الكفار إلا الحربيين، إلا الحربيين الذين بينهم وبين المسلمين حرب، عدم ارتباط، كاليهود، نعم، الذين يعلنون الحرب على المسلمين. أما المهادنون والمسالمون فلا بأس بالتعامل معهم بما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم.